نحن بيلبق له نجيب كمان رئيس يكون عنده قناعاته. نعم. رئيس مش بطبعه يخون، وأنا بهمني مش إنه ما يخون المقاومة، تيخون مقاومة بده يكون مزوجة للمقاومة تيخونها. احنا بدنا رئيس اصلا مش متجوز الا لبنان وارزات لبنان، مش مضروري نجوز حدا الواحد. نعم. يكون مؤتمن ما يخون لبنان، ما يخون الشعب اللبناني، وبالنتيجة يعرف انه ما في حل بقلب الداخل اللبناني يمكن ان يتم بالقوة. واليوم الاقوى انسان بلبنان هو غضب، هو الفقير الغاضب، وهو المهمش الغاضب، والمسلوبين حقوقه، واللي رح يوصل يرجع بعد، واللي ما عم يفتح تمه للأسف، واللي لهلا ما عم بيفتح تمه لأنه كسروه. تقلك للصراحة، لكن أنا أتمنى أنه يصير في شوية استقرار، شوية استقرار اقتصادي سياسي. نعم. مع طبعا خارطة طريق للمستقبل تهدف إلى قيام دولة السيدة الحرة المستقلة. نعم. هذه اللحظات اللي هي قد تمتد شهور أو سنوات قليلة ستنتج إعادة تكوين الطبقة الوسطى في لبنان. كل ثورات التاريخ بتقوم فيها الطبقة الوسطى. صحيح. بالتعاون مع الطبقة الأكثر فقرا. نعم. ولكن بدك هيدي تكون حي، هاي فقروها وهجروها وما عندها بقى اليوم مقومات أخذ المبادرة. بتمنى أنا أنه أول ما تصير، أنا أنتظر ثورة 17 تشرين بيس، أول ما تنتظم شوي الحالة السياسية، وهذه الثورة مش ضروري تنزل تحرق دويليب أو تقطع طرقات. نعم. لكن نهج الثورة اللي بعده حي بقلب كتار من السياسيين ومن الناس، هيدا ما لازم ينضرب، لأنه هيدا قيامة لبنان وخلاصه بالمستقبل. نعم. ولكن إذا بدنا نرجع للواقع السياسي، أنتم كمعارضة، ككتائب لبنانية تغييريين وقوات لبنانية وغيره، هلأ صار انضم لكم لو بالطريقة الشكلية عموديا التيار الوطني الحر، أقله بالموقف بالنسبة لجلسات الانتخاب، بعد ما في حوار جدي بيناتكم حتى وقت اتخذ النائبين ملحم خلف ونجاة صليبة الموقف بأنه يبقوا بمجلس النواب، كلكم برمتولن ظهركن، يعني كيف بدكم توصلوا لتتحاوروا على شخص ثالث أو غير النائب معوض للوصول أقل إلى شخص قوي موحد يمكن أن يواجه الطرف الآخر، وأنتوا بعد ما في تواصل أو ربما موقف واحد بيناتكم؟ لكي أول شيء للأمانة التاريخية، أول ما أخذوا قرارهم، نعم، طبعا كان قرارهم ما بلغين حدا فيه، أخذوا قرارهم وقالوا نحن بدنا نمشي فيها، حتى ضمن المجموعة تبعهم ما حكيوا مع حدا، قالوا نحن بدنا نعمله انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية وهالوقفة الضميرية، رح نوقف. وقفوا هالوقفة، وللأمانة تقول أنه نحن وقفنا معهم أول نهار. نعم. ونحن لازلنا معنويا معهم، نشوفهم كل يوم، كل يوم في تواصل، كل يوم في حوار. النداءات اللي انعملت، لسيما نداء مقاطعة جلسة تشريع الضرورة، نعم، اشتغلنا سوا، واجت نصوص من عند استاذ ملحم ورجعنا اشتغلنا عليها، يعني شغل مستدام. كل يوم بنلتقى، ما كل يوم في لجان بمجلس النواب، بنقعد سوا وبنحكي سوا وبنفكر سوا، هيدا غير تليفونات وغير الوسائل الاخرى. نعم. لكن خلينا نقول في توزيع مهمات وتوزيع أدوار. إذا بننزل كلنا سوا بنقعد بالمجلس، بنكون عم نترك الساحة للآخرين. أقل انزلوا اقعدوا تحاوروا بين بعض، أو اقعدوا بشي محل تقدروا توصلوا لنتيجة. الحوار قائم، لا إلي بطمنك، يعني بين كل الأفرقة. نعم. هلأ كان عندكم اجتماع بنهاية الأسبوع نوعا ما، يعني لكن الاجتماعات قائمة، أنا ما بقى عم لحق عليها. يعني في الاجتماعات قائمة، المشاورات قائمة أكثر ما بيطلع لبرا للعلن. والكل عم يحكي مع الكل. المهم حتى مع التيار الوطني الحر، لكن مع التيار الوطني الحمر ضمن إطار مجلس النواب. نعم. عم بتصير لقاءات عفوية، مش من دون مش تخطيط. مدبرة للتوصل إلى ربما أكبر قاعدة على القليلة مسيحية. لا، نحن ما عم نفكر هيك. نحن ما عم نفكر انه نشتغل من منطلق انه نعمل تجمع مسيحي حتى نواجه شو.
أو تجمع يعني مش ضروري مسيحي، نعم. تجمع بمواجهة الثنائي الذي يقول تفضلوا رح نعقد جلسة وأنتوا رح تكونوا مقاطعين. ما نحن ما خليناهم يعملوا جلسة تشريع الضرورة، نعم، وما خليناهم يعملوا عملية التجديد لقادة الأجهزة الأمنية، نعم، وهذه شغلة مش عملناها فقط كمسيحيين قعدنا مع بعض نحكيناه، نحن حكينا من منطلق وطني إنه هذا الأمر لا يجوز. بالطبع وزن التيار الوطني الحر المعنوي والرقمي بقلب مجلس النواب، نعم، طبعا كمان بغير بالمعادلة، صحيح، وبثبت القول اللي عم نطالب فيه من الأساس إنه لازم بالقضايا الكبرى المصيرية مفروض يصير في إعادة نظر واصطفاف واضح، نعم، لأنه وهيدي بتجي هني، يعني نحن عم نشوف إنه عم بيعملوا جهد، وفي نواب بقلب التيار عم بيعملوا جهد وأصبح معروف هذا الأمر، نعم، حتى إنه ينعمل قراءة عميقة للتيار الوطني الحر شو عم بيعمل، تمهيدا بركي لإعادة تموضع سياسي. هلأ عم بيصير الشغل على القطعة، يعني بموضوع تشريع الضرورة مش الحال بهذا الأمر وكذا. بدي أقول لك إنه تقلك إنه في اتفاق عام بالسياسي مش صحيح، لكن في عم بيصير اتفاقات بكل مرة بحسب الموضوع، أوقات باللجان كمان ذات الشيء عم بيصير، نعم، يعني ثنائية وثلاثية كاجتماعات ومتعددة أطراف، ونحن مصرين إنه ما بدنا حتى بالسياسي، نعم، أي شيء شبيه بالثنائيات اللي سميناها الثنائيات المدمرة للبنان، ما بدنا لا اتفاق مرم خيل ولا اتفاق مع راب ولا اتفاق الثنائي الأمل حزب الله مع بعضه، ما بدنا إياهم، لأنه هول بيّنوا أنه تحت اسم الحماية والحقوق وكذا هول عم يدمروا الوطن، ما عطشوا نتيجة للمواطن ولا الوطن. خليها تكون دايما طاولة متعددة الأطراف نقعد عليها على رأس السطح نحكي شو هو الطرح، والناس ناطرة منا هذا الأمر، نعم.